طيب هنبدأ بقى على طول عشان احنا بادئين اصلا متأخر. اول حاجة الكوروني انجو والبي سي اي، دي اول حاجة. هنا احنا عندنا ايه؟ عندنا ده بي اي كرينيال فيو صح، واللي محطوطة دي دعامة ولا بالونة؟ ليه بقى؟ عشان في اهي الدوت بتاعت البالونة ودي الدعامة، باينة ان هي ليها دوت هنا اهي قبل البالونة اهي، يبقى دي ستنت، والشكل بتاعها شكل ستنت البالونة، مبتبقاش ايدي وبيك في الحتة دي كلها. طب صوتي واطي ولا لا؟ عايزين احسن المايك. المايك التاني خليه معايا بقى، اتنين مع بعض. طيب دي ستنت ودي ستنت، ليه؟ عشان الحته اللي ما بين التو دوتس دي راديو اوبيك، تمام. وبعدين لو لاحظنا ان الستنت دي في واير هنا في ال LED وفي واير في الدايجونال صح، وبعدين هو بيحقن عشان يشوف البوزيشننج بتاع الستنت وعلاقته بالدايجونال، وده بي اي كرينيال فيو. يبقى ده انجكشن في البي اي كرينيال فيو شوينج ستنت بوزيشننج ماشي في ال LED، وفي بروتكشن واير في الدياجونال عشان ده هيعمل حاجه اسمها بروفيشنال ستنتنج. بروفيشنال ستنتنج ان احنا بنعمل مين برانش الاول بس في واير في السايد برانش كبروتكشن، وبعد كده بنشوف السايد برانش ده اتاثر ولا لا. مش لازم تقول نوع القسطره بس غالبا اكس بي او اي بي يو، تمام. طيب الحاجة التانية اللي طبعا مش يعني مش هتحسب عليها في ليجن في السيركمفلكس، بس طبعا ده مش مهم، هو جايب بي كرينيال فيو عشان ده. طيب ننقل بقى هنا، يعني ناخدها واحدة واحدة عشان بس احنا ايه بنتسرع ونشوف الحاجة الواضحة، وبعدين في حاجات تانية احنا بناخدش بالنا منها، تمام. اول حاجة في واير، الواير ده داخل في ال LED مش داخل لاخره، تمام. تاني حاجة في هنا دوتس بتاعت ستنت صح، في ستنت محطوطة هنا صح؟ وبعدين في دايسكشن بادئ من عند البروكسيمال ايدج بتاع الستنت وواصل لحد الليفت مين صح؟ تمام. يبقى كده في دايسكشن بروكسيمال ايدج دايسكشن للستنت واكستندنج للليفت مين، يا اما العكس انت ما تعرفش ايه اللي حصل، ممكن يكون ياتروجينيك دايسكشن من الديب انجيجمنت بتاع القسطرة صح؟ تمام. وده ايه؟ ده كودال فيو، تمام. مش مهم بقى بي ايه ولا ار اي او كودال، المهم كودال فيو عشان ال دي ماشي كده، وهنا السيركمفلكس والاو ام الهاي او ام. طيب هل في حاجه تانية نلاحظها هنا؟ ان هنا في يعني ليجن مثلا حوالي 50% في الايه في الاو ام كمان. يبقى كده ثلاث حاجات، في ستنت وفي دايسكشن وفي ليجن هنا، تمام. عشان ما ننساش احنا بنبص على الحاجة الاوبفيس وننسى بقية الحاجات اللي عليها نص النم، مش هتقدر تعرف، ممكن ما تعرفش، مش شرط. لا طيب هنا ده lateral view صح، اللي هي الـ دي اهو والcircumflex، وبعدين في زي connection كده fistula. الفيستلا هنا بصراحه مش تقدر تعرف هي يعني داخله فين، لان هو جايب لك في اللاترال فيو، لازم تشوفها في كذا فيو وتشوف هي داخله فين، بس المهم ان في كونكشن يعني فيستلس كونكشن. بس الديستال كونكشن احنا ما نقدرش نحكم عليه في الفيو ده. لا ما تقدرش تقول هو رايحه فين، لا خالص. طيب الفيو ده هو بص هو هنا هي ماشيه سريع قوي، بس هو بي اي كرينيال فيو. سوري معلش، عايزين نجيب دي تاني، نمشيها واحدة واحدة كده ونشوف ال LED بيحصل فيه ايه. بص للميد LED يفتح ويقفل، تمام، يفتح ويقفل، يبقى ده فيه بريدج في الميد LED، تمام، بيحصل له ميلكينج، تمام، يبقى ده بريدج في الميد LED، تمام. طيب اللي بعديها دي حقنة في الرايت كورونري، وبعدين مالي اكول الليفت سيستم صح؟ ده هنا ما تقدرش بقى تقول توتال ليفت مين، ليه بقى؟ لان انت الرايت كورونري لو بيملى صح هيملى، هيفضل ماشي كده زي ما انا ماشي كده، ويملى ليت، ما يملاش بالسرعه دي، الماليه بالسرعه دي يبقى اكيد السيركمفلكس ده طالع من الرايت كورونري، تمام؟ يعني ده السيركمفلكس من الرايت كورونري،
والبقيه الكورونريز نورمال يعني. بيملى بقى، هل بقى بيملى ريتروجريد الحته دي ولا هو كل الليفت سيستم طالع من الرايت كوروناري؟ دي ما تقدريش تعرفي الا لو دخلتي بقى بليفت وصورتي، هل في توتال هنا حاجه في الليفت مين توتال هي اللي مخليها كده ولا لا؟ تمام. يعني الكومنت مش هصل ان انا هوصف، الكومنت هنا مش هدي دايجنوز، انا هوصف. مش هتدي دايجنوز، لا توصف بس، يعني تقول غالبا السيرك ده طالع من الرايت كوروناري. تمام. الفيو ده لو احنا حتى مش عارفين الفيوز بتاعت الار سي ايه، هو ادي السيركه، هو دي ال اي دي، يبقى ده فيو كودل، كودل فيو صح؟ غالبا ار اي او كودل. تمام، عشان شايفين هنا المسطره. طيب ده هنا الفيو ده ايه؟ الفيو ده سبايدر فيو اللي هو ال اي او كودل. تمام، وهنا مبين ايه؟ مبين توتال اوكلوجن في الاوستيوم بتاع ال LED، توتال اوستيال ال LED. تمام. لا انت هتقول بس توتال اوكلوجن، توتال اوكلوجن بس، توتال اوستيال ال LED في سبايدر فيو، والسيركمفلكس ما فيهوش حاجه، هو اكتاتيك بس. تمام. اللفت مين ما فيهوش حاجه في الاوستيوم، بسيطه بس، هو عشان يعني في حته فيها اكتيزيا بس، لكن هي مينلي في الاوستيال ال LED، توتال اوستيال ال LED. طيب ده هنا هو مصور من فوق ونازل في الكرينيال فيو على دي كده بيتنت ليما 2 LED. تمام، ازاي عرفنا ال LED؟ ان هو نازل للايبكس ونازل بايفركيتنج كده، بايفركيشن صغير للايبكس. تمام، الانتي جريد بتاع ال LED كويس، وفي ريترو جريد برضو بيملى ريترو جريد. اه ممكن صح. اوكي، يعني ده patient post cabbage صح، في injection في الليما showing patent ليما لل LED، ومفيش lesions distal لل anastomotic site، وهو بيملى كمان ال LED retrograde. اهو اهو هنا اهو، مش هيبان بقى، انا مش شايفه اصلا فوق. لا متعلقه. طيب دي اول حاجه هنقول ان دي ايه، ان دي امبلتس جايدنج كاثر او امبلتس كاثر، مش مهم جايدنج. طيب في بقى حاجه غير دي، في ايه؟ في هنا دعامه صح. طيب الدعامه دي هل هي سبب الدايسكشن ولا هل هي محطوطه فين؟ دي بسبب القسطره. ليه؟ لان الدعامه خلصانه اصلا بعد القسطره، مش واصله هنا. لو كان هيحصل دايسكشن كان حصل من هنا مش من عند القسطره هنا. تمام، يبقى ده ياتروجينيك، يعني كاثتر انديوس دايسكشن في الاوستيوم بتاع الرايت كوروناري واكستندنج للرايت كوروناري كاسب. تمام، اكستندنج الاول ده ال او كريني. طيب يبقى هنا كده كاثتر انديوس دايسكشن وبيتنت ستنت في الايه، في الرايت كوروناري. تمام، وبقيه الرايت كوروناري ما فيهوش اي ليشن. طيب دول كذا حاجة هتيجي ورا بعض، يعني ثلاثة ورا بعض كده. هو هنا بيصور اللفت، لقى ال LED، طب فين السيركمفلكس؟ هل هو totally occluded ولا ايه؟ طيب هناخد في السبايدر فيو اهو، مفيش حاجة، هل هما طالعين من separate ostium ولا طالعوا من ايه؟ فبتشك بقى. هنا هنيجي نصور الرايت، هنلاقي الرايت اهو، وادي السيركمفلكس طالع كده بأورينتيشن مختلف، وبعدين في ليجن هنا اهو. دي حاجة مهمة. يبقى هنا الفيو ده مبين لنا ال LCX طالع من الرايت كورونري كاسب بسيبريت اوستيوم من الار سي اي، يعني هو مش طالع من الار سي اي، هو طالع من الرايت كورونري كاسب ماشي، لكن مش من الار سي اي. تمام، الاثنين بسيبريت اوستيوم. طيب وفي ليجن في الميد سيركمفرنس اهو، حوالي 90% بس. تمام، هو هنا لما حط فيه بقى واير وستنت الار سي ديستال ممكن يعني، بس يعني المهم هنا هو حط ستنت بعد ما حط ستنت في ال سي اكس. اه ده منظر. تمام، ده فيو تاني بعد ما حط بقى الستنت. طيب دي هنا جايدنج كاثر،
وده بي اي كرينيال فيو، وزي ما انتوا شايفين في كالسيفيكيشن جامد جدا في الارتري، واضح جدا في كالسيفيكيشن جامد. وبعدين هو داخل بحاجه كده راديو اوبيك، وفي اخرها كده زي كريستال كبيره راديو اوبيك، وبعدين بيخش ويطلع. تمام، يعني دي مش اسبيريشن كاثر. اسبيريشن كاثر انت تخش وتقف، تمام، دي بتخش وتطلع والارتري كالسيفيك، وده اسمه الروتا واير. تمام، فده روتا واير ودي روتا بليشن، بيعمل روتا بليشن في ال LED. تمام، دي واحدة تانية برضو روتا بليشن في ال LED شكل تاني. تمام، بيخش ويطلع. تمام، روتا بليشن في ال LED. تمام، طيب هنا بقى نركز بقى في الفيديو ده، هو بيصور الرايت كورنري وفي واير هنا، الرايت كورنري هنا في واير اهو ماشي في البوسترو لاترال لحد اخره، وبعدين في ستينينج هنا كده، صح؟ ستينينج، صح؟ بيرفوريشن، صح؟ بيرفوريشن ديستال، يبقى ده ديستال فيسل بيرفوريشن. تمام، وبعدين هو دخل هنا بمايكرو كاثر، شايفين التيب بتاعها؟ تمام، وبعدين دخل من خلالها كويل، وبعدين لما صور هنا اهو ادي الكويل موجود وسيلد البرفوريشن. تمام، هنعيدها تاني عشان بس نركز معايا واحدة واحدة. تمام، هو هنا بيصور ال RCA اهو، لا في، بصوا ايه السبيلنج ده، شايفين السبيلنج اللي في الاخر ده هنا دلوقتي؟ نعم، لا ما فيهوش، لا ادي اهو كده، والسبيلنج السبيلنج والستيننج ده اللي باين. تمام، دخل مايكرو كاثر اهي، وبيدخل من خلالها الكويل لحد الديستال بورت بتاع الفيسل عشان يقفل البرفوريشن ده، وبيصور بعديها سيلد. تمام، حد عنده اي سؤال في دي؟ تمام، ننقل على اللي بعد. بس اصغر شوية عشان يعدي في المايكرو كاثر الفاين كروس. طيب ده هنا ده ايه؟ ده جاتكن رايت او ويليام رايت، اي حاجة مش مهم، يعني رايت جايدن كاثر، وفي واير. تمام، وفي هنا ده ايه؟ ده مايكرو كاثر، ماشي؟ ايه؟ وان دوت، وان دوت، ممكن بالونة بس ما تبقاش ريدي اوبيك كده كلها، ماشي؟ ما تبقاش كلها ريدي اوبيك. تمام، هو ممكن يكون واير كله ريدي اوبيك ودي بالونة، بس عادة لا، مش بتخش بواير مثلا جايا ولا فيلدر على بالونة، بتخش على مايكرو كاثر. تمام، وهنا واير مانيبيليشن في الار سي اي. تمام، طيب دي واحدة تانية في واير، صح؟ الواير ده غالبا بي ام دبليو، مش مشكلة، بس المهم في واير. وبعدين في، هل دي بالونة ولا ستنت؟ ركزوا كويس، دي بالونة وبينفخها، في فرق يعني هنا وبعدين ايه اللي فوق ده؟ هل هو ده مايكرو كاثر ولا جايد لاينر؟ ده جايد لاينر، جايد لاينر بيبقى زي قسطرة صغيرة بتعدي جوه القسطرة الجايدنج عشان تسهل دخول الاكويبمنت، البالونة او الستنت في الفيري تورشوس فيسلز او الفيري كالسيفيك ليجنز، عشان تدي سبورت هنا وتخش بيها لاكتر حته ممكن تخش بيها وتدخل عليها البالونه او الستنت. فهنا هو بيستخدم ادخن شويه زي القسطره، شكلها زي القسطره بالظبط. تمام، جايد لاينر. تمام، يبقى ادي الجايد لاينر، وهنا بعد ما دخل بقى الستنت، باين قوي ان دي ستنت، وحتى لو مش عارف انها ستنت مفيش بالونه بالطول ده يعني هيدخلها يعني. تمام، ده هنا بيحقن، لما بيحقن بيطلع الداي من الجايد لاينر، ما بتطلعش من القسطره نفسها. تمام، طيب ده هنا ايه؟ دي هنا اي بي يو او اكس بي جايدنج، وده ار اي او كرينيال فيو. تمام، شوينج ايه؟ مايكرو كاثر اهي، شايفين مايكرو كاثر، وده واير بيعمل مانيبيوليشن في ال LED لحد ما دخل في الايه؟ الديستال بورت بتاع ال LED. تمام، دعمات في ال RCA غالبا. تمام، السيرك بيبقى هنا، بص في ال RAO بيبقى السيرك بيبقى على الشمال هنا، ما بيبقاش تحت كده، دي ده ال RCA. تمام، عشان ما تتلخبطش، هو كده عمل ايه؟ بالواير دخل عمل له ري دايركشن
عشان يخش في الترول يومن ودخل في الترول يومن بقى هنا. تمام؟ طيب ده هنا في أسطرتين صح؟ واحدة guiding left وواحدة amplets right صح؟ amplets ازاي؟ عشان ليها جوز نك كده. تمام؟ طيب هو هنا بيعمل ايه؟ وهنا بص دي مايكرو كاستر كبيرة اهي وداخل بيها ريتروجريد، ادي مايكرو كاستر اهي وداخل على الواير، ادي الواير هنا في الـ distal part بتاع الـ RCA وفي واير انتي جريد. تمام؟ هو هنا بيعمل حاجة اسمها ريفرس كارت بس مش مشكلة، المهم ان هو داخل ريتروجريد من الـ LED بواير ست الكولاترال لحد الايه؟ الـ RCA ريتروجريد اهو وداخل برضو انتي جريد. تمام؟ مش لازم تقول ريفرس كارت، تقول ان هو retrograde CTO intervention of RCA من ال LED using microcaster. microcaster دي غالبا كورسير عشان طولها بس، بس مش مهم من نوع المايكروكاستر، المهم ان هو داخل مايكروكاستر. تمام؟ طيب ده هنا يعني حاجتين ورا بعض كده. دي هنا هي بتشتغل ورا بعض. هنا ايه ده؟ هل دي الاورت الكاسب؟ لا صح؟ دي انيريزم، انيريزم كبيرة قوي. هو هنا حتى حقن بالبيكتين وبين هيوج انيريزمز عند الاوستيا بتاعت الكرونيز، ودي بتحصل عادة مع الكواساكي. تمام؟ ليفت مين مش باين اصلا، يعني هو يعني مش باين هنا اي حاجة بصراحة. اللف سيستم اللي باين منه السيركمفلكس، يعني مش باين اي حاجة تانية وعشان كده بيحن البيك تيل عشان يبين لك ان دول مش الاورت الكاسبس، دول انيريزمز. ادي في البيك تيل انجكشن هنشوفها، هنلاقي ان هما دول انيريزم ودي الاورت الكاسبس اهي اللي تحت ودول انيريزمز. تمام؟ وعادة اللي بتفكت الاوستيا دي الانيريزم اللي في الاوستيا دي بيبقى كواساكي. في اللفت مين بقى كله، وهنا في الار سي اي. تمام؟ لا كواساكي بقى سيرجري بقى. طيب دلوقتي احنا عندنا قسطرة جت في اللفت. تمام؟ وبنحن في السبايدر فيو، وبعدين عندنا ايه؟ عندنا توتال بروكسيمال ال اي دي صح؟ تمام؟ وبعدين في ايه؟ ترانزيت واير صح؟ ليه بقى في ترانزيت واير؟ البيشن ده غالبا عنده هارت بلوك صح؟ طيب ده غالبا عيان انتيري انفارشن مع هارت بلوك صح؟ مش كومن بس يعني بتحصل. ده كان عيان يعني بتاعنا، جبت لكم صور من حالات عندي عشان قلت حالات انترستنج يعني شويه. ده عيان حطينا له هو ستنت، بص ستنت عند الاوستيا اهي ماشي بتاع ال LED، وبعدين بعد ما نفخنا بقى الستنت هو هنا بينفخ الستنت. تمام؟ وادي الصوره بعدين نوري فلو صح. هو هنا ممكن يجيبها لك كده، يجيب لك ان هو مثلا ركب دعامه وبعد الدعامه دي الصوره، ايه الدايجنوزز وهاو ويل يو مانج صح. طب انت في عيان ده عنده كومبليت هارت بلوك وانت عندك ترانزينت واير وجاله نوري فلو، هتعمل ايه؟ هل هتدي ادرينالين ولا مش هيفرق معايا؟ يبقى عيان كومبليت هارت بلوك مثلا او هارت بلوك، ادرينالين مش هيفرق صح. هتعمل ايه؟ هتدي مثلا انترا كورونري نايتريتس، كالسيوم شانل بلوكرز، جلايكوبروتين صح؟ ما انت حاطط واير مفيش مشكلة، انت حاطط واير يعني ممكن. طيب هتعمل ايه تاني؟ ممكن ايه تاني؟ طيب انت عندك ترانزيت واير هتعمل ايه؟ تسرع الهارت ريت كأنك اديته ادرينالين صح؟ هتخلي الهارت ريت مثلا 120 130، وده اللي انا عملته بصراحة، وده المنظر بعدين فتح. تمام؟ تمام؟ وماشي بعد كده طبعا على ID Glyco Proteins يعني. تمام؟ ايه؟ بتسرع الترانزيت وير كأنك اديت ادرينالين
فالكونتراكتيلتي تزيد تفك كل الثرومبايل اللي نزل تحت المايكرو سيركيليشن ده يفك. انت فكره النوري فلو ان انت قفلت المايكرو سيركيليشن فمفيش اي فلو بقى عارف يخش. تمام. في وصل دياجنال بس يعني شويه في هذه الحاله يعني اه كويس ان هو عاش. راجل كان 75 سنه اوريدي حاجه. طيب نخش بقى على حاجات يعني مختلفه شويه ما بنشوفهاش. ماشي. نيجي هنا ده بيصور رايت رينال وهنا بيصور ليفت رينال. في هنا اوستيال ستينوزس وهنا بيحط الايه الدعامه. تمام. هنا بيحط الدعامه عند الاوستيال وبعد كده هيعمل لها فليرنج في الاورطة. هيطلع شويه ويعمل لها فليرنج بس عشان نبقى اورينتد بس بالحاجات اللي ما بنشوفهاش اصلا يعني. تمام. وده المنظر بقى بعديه. اوكي. طيب ده هنا المفروض الاورطة بيدي ايه البرانشز بتاعته ايه واللف سبليجن. صح. اللف سبليجن هنا بيبلاش. تمام. وده من اسباب انك تلاقي الليما بيتنت بس العين بيشتكي من تشيس بين بقى رهيب. تمام. فهو هنا بيصوره وهيركب فيه بقى ستنت في السبليجن. ده سبليجن ستنت او هنا اهو. لا ما هيجيب لك دي الاول او عمره هيجيب لك الصوره دي ويقول لك سبليجن يعني مش الدرجات دي يعني. هو هيجيب لك دي قبليها وبعد كده بعديها عمل ايه. وهنا حط بقى ستنت عشان نختصر يعني وحط ستنت وده كان المنظر بعدي. تمام. بوسكافيج طيب هنا بقى عيان بقى ايه لو ركزنا بقى كويس هنلاقي ايه الهارت فين. فين البوردر بتاع الهارت. هنا هنا البوردر بتاع الهارت. صح اهو. وهنا ده ريكارد الافيوجن. تمام. انا بفكر الكورس ده والكورس ده هو داخل منين. هو داخل كده ولافف كده. تمام. والمنظر هنا بقى يعني احنا جالنا في التريسنج الصورة دي بالظبط في الفيديو ده بالظبط. لا ما جالناش دي. احنا جالنا اللي قبليها بس. هو هنا بيحقن دي بس دي اللي جات لنا بس كده المنظر ده بس. لا بيريكارديوم اهو حقن. لا بيريكارديوم. تمام اهو بيريكارديوم اهو. تمام. احنا جالنا الصورة اللي بعديها دي بس كده. بس انت باينه. بص هنا بص باينه قوي. بص يعني ادي البوردر اهو بتاع الهارت اهو وده هنا باين وباين بيلعب جوه يعني عارف. بص تلاقي الهارت بيكونتراكت جوه. طيب ايه كومنت على الصوره اللي انا واحد اللي قبليها. طيب ده هنا lateral view showing ان في needle wire في الـ pericardium to introduce بقى الـ pigtail for pericardiocentesis. وهنا الـ injection showed ان الـ needle في الـ pericardium ودخل بالـ wire. والـ heart هنا اهو الـ borders على الـ heart باين ان هي متغطية. تمام؟ دي مستحيل. طيب دي ده في cranial view. ده عيان برضو كنت شغاله كده وحصل فيه مشاكل. المهم البيشنت ده بعد ما حطينا ستنت هنا لقينا المنظر ده. ايه المنظر ده بقى؟ بيرفوريشن. صح؟ بيرفوريشن اهو. تمام؟ طيب الحاجة التانية ايه القسطرة دي؟ ايه ده؟ ما انت يعني برضو تشك مدخلين حاجة كده. ايه ده؟ هنشوفها بقى بعديها. ايه ده المنظر هنا في الاري اوكرينيا وادي ده يعني ده لو جالكوا حاجه كده هتجيلكوا واضحه كده يعني في اهو بيرفوريشن اهو واضح. وده هنا الايه بيكتيل عشان حصل تامبوناد وبيكتيل نعمل تاب. تمام. الديستال ال ان السيرف في سيجنيفيكانت ليشن باين هنا في الكرينيال.
او السيرك برضو اه في significant lesion. ديستال غالبا غالبا سيبتال perforation، غالبا الستنت ده اتحط جزء منه على سيبتال وحصل perforation، ده كان CTU في ال LED وحصل بقى في كده فما كملناش طبعا. وبعد كده جه بقى عملنا له السيرك والار سي وكان سيلد يعني بعديها. واحنا عملنا ايه العيان ده؟ عملنا بيريكاردوسنتيسيس. هيقول لك هتعمل ايه بقى في العيان ده؟ انت اول حاجه تامبونات، خلاص هتجيب بيد سايد ايكو، ده اول حاجه. تاني حاجه بيريكاردوسنتيسيس، تالت حاجه ريفرسال اوف هيبرين صح البروتين، وايه تاني؟ prolonged inflation proximal لل... انا عملت بقى كل الحاجات دي prolonged inflation و... واخر حاجه بقى انت ما ينفعش في البرفوريشن ده تحط جراف سنت، هتحطه على ايه؟ جراف سنت فين اصلا؟ مفيش، عايز يا اما كويل يا اما prolonged inflation. عملت prolonged inflation حوالي تلت ساعه، هو يعني المفروض من 10 ل 15 دقيقه تمام. وريفرسال اوف هيب هتحطها فين؟ انت ما عندكش فيسل اصلا ديستال، انت مش عارف اصلا فين البرفوريشن، هو ممكن يكون تحت وممكن يكون في السبتال ده او في الاثنين. انت المهم هتقفل هنا، يعني انا جوه الستنت هنا وانت عامل برولونج انفليشن بالونه 3 نون كومبلاينت حتى عشان اقفل خالص، وحقنت عشان اتاكد ان مفيش اي حاجه بتعدي من حواليه تمام. انا كنت طلعت خالص، دخلت بواير لجوه خالص وقمت داخل بالونه هنا ونفخها هنا بالونه 3 نون كومبلاينت، وبعد كده انا فختها على 10 تحن، لقيت مفيش حاجه بتعدي من حواليها، ديفليت الاول عشان بس تعدي الداي ده ما يحصلوش فيه قفل، بعد كده تنفخها تاني على 10 تمام. طيب شفتوا انتوا اي بس اف اف ار او سي تي اي حاجه شفتوهم؟ طيب انتوا عارفين طبعا الايبس الحاجات بقى، انتوا بتقرا الايبس من بره لجوه تمام، تقرا من اول الادفنتيشيا هنا تمام، دي اللي بره، وبعدين اللاين الاسود ده هو الميديا، وبعد كده دي الانتما تمام. ده هنا اليومن، وساعات بيبقى فيه واير ارتفاكت جنبه كده تمام. الـ هنا الانتما اهي، وباين ان فيه زي يعني فايبروفاتي بلاك كده، تعرفها ازاي الفايبروفاتي دي؟ الفاتي بتبقى سودة شوية، الفايبرس تبقى بيضة شوية لكن مش ناصعة البياض زي الكالسيوم، والكالسيوم بيبقى وراه حاجة اسمها اكوستيك شادوينج تمام. طيب هنا في زي فلاب اهي اوف دايسكشن، وده الفول ستراك تمام. طيب الستنس بنشوفها ازاي؟ بتبقى راديو بيك واضحة ولفة حوالين الايه الانتما تمام. ده الفرق ما بين النورمال والديزيز. النورمال الميديا هنا السودا دي تمام. طيب ده هنا بيقارن السي تي بالايبس، هنا برضو في بطش كالسيوم اهي تمام. بروكسيمال ال دي اهو، في برضه كالسيوم هنا، وهنا باين الكالسيوم والاكوستيك شادوينج اللي وراه هنا تمام. ده هنا مبين ستنت خلاص ويل اوبوزد وكل حاجه، بس اندر سايزد او اندر اكسباندد لان لسه تحتيها انت، ما هو كل دي انت هي مفتوحه كويس وكل حاجه بس صغيره غالبا تمام. تجيب بقى نون كومبلاينت بالون وتنفخها لحد ما يوصل لحد الحته السوداء دي تمام. ده برضو يبين لك هيزي ليجن ان هو اكسنتريك ليجن باين هنا بالايفس، وده صورة باينة قوي للدايسكشن تمام. دي هنا ستنت اهي، بس باين لكم شكل الستنت جوه الايفس اهو تمام. دي الكروما فلو، ده هنا برضو في حوالين الستنت في بلاد، يبقى دي ايه؟ يبقى دي not well expanded تمام. لما فتحها كويس اهو ما بقاش في بلاد حواليها، بقى في بلاد كله جواها تمام. ده الفيرتشوال هيستولوجي، الابيض ده كالسيوم كالسيفيكيشن، ده ارك اوف كالسيفيكيشن حوالي 180، لو زاد عن 270 ده بيبقى indication for rotablation تمام. الاخضر ده الفايبرس بلاك
والاصفر الليبيد، والاحمر اللي هو النيكروتيك اللي هو المسل سيل ابوبتوزيس والحاجات. تمام. طيب ده هنا او سي تي، بيقارن الاو سي تي بالايبس. ساعات الدايسكشنز الماينر دايسكشنز الايبس ما بيشوفهاش، بيشوفها الاو سي تي. ساعات اللي هي النيو انتمال هايبرتيزيا الصغيره قوي ما بيشوفهاش الايبس، بيشوفها الاو سي تي. بس ده مش هيفرق عامه في الاخر يعني، وان هو بيفرق الثرومبس عن الريد ثرومبس عن الوايت ثرومبس، بس دي برضو مش قصتنا هنا. دي الباي ابزوربل ستنس بتبقى باينه هنا ان هي زي فتافيت السكر كده كيوبس كده، وده هنا طبعا نوت ويل بوست. ده هنا باين بقى هنا هي ويل اكسباند بس مش ويل بوست، اللي محتاجه تتنفخ كويس. هنا برضو نوت ويل بوست. تمام. طيب هنا في دايسكشن برضو فول ستراك اهو، هنا في ثرومبس. لا كوروني انيريزم ازاي؟ انيريزم هيبقى كل الكوروني، مش هيبقى في حته فلاب كده وداخل فول ستراك. اكسنتريك كده يعني، بس لا في فلاب اهي. طيب ده حاجه اسمها 3D OCT. تمام. الاحمر 3D OCT ده يبين لك الستنت كانك جوه الفيسل بالظبط. جوه الفيسل بالظبط. وبعدين الحتت الحمراء دي اللي هي not well opposed struts، باينه هنا في اللونجيتيودنال وهتبان لكم في ال. وبعدين قارنوا دي بدي يعني. بصوا من الاول كده، هنمشي واحده واحده، هنمشي واحده واحده كده. لما نمشي نوصل لهنا، بص هنا الاحمر هنا اهي هنا، وهنا باين قوي ان هي مش اوبوزد على الوقت. صح. نمشي بقى معاها واحده واحده. الجهاز بيدي اللون ده. وبعدين نمشي لحد ما نلاقيها بقت اوبوزد كويس اهي هنا. صح اهي، ماشيه كويس اهي. تمام. لحد ما نوصل بقى لايه للاخر. تمام. الصوره اللي هي اللي تحت واللي فوق برضه. اللي فوق دي على الشمال. لا لكن اللي تحت واللي على اليمين. اللي تحت الاحمر اهو ده. تمام. وهنا ويل اكسباندد وهنا مش ويل اكسباندد. واضح ان المفروض تبقى ماشيه ستريت كده، مش ماشيه ستريت. وباينه برضو هنا، بصوا مش دوريه يعني. لو ركزنا هنا، لو ركزنا في الحته دي هنلاقيها مش دوريه. صح. المفروض تبقى دوريه، هي اوفل كده المفروض تفتح. معناها ان هي ان هي لسه مش ويل اكسباندد، نوت ويل اكسباندد. تمام. الاف اف ار بقى هنا بيبين ان ده مثلا شايفينه احنا كويس، لكن الاف اف ار طلع سيجنيفيكنت، وده شايفين ان هو سيجنيفيكنت لكن الاف اف ار طلع كويس. مكتب لك الرقم. مكتب لك الرقم. انتوا شفتوا بقى التافي والمايكرو كليب والحاجات دي. صح. طيب حد عنده اي اسئله؟ اي حاجه؟ طيب.